بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 26. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ذكر الله في الآيات السابقة قبل هذه الآيات، ذكر عن بني إسرائيل تجنيات كثيرة، وذكر عنهم تصرفات خاطئة، وآخر ما ذكر عنهم في الآيات أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهذا من جرائمهم أنهم يكذبون على الله، يقولون كلاما ويكتبونه من عندهم وينسبونه إلى الله من أجل أن يروج على الناس، من أجل أن يخدعوا الناس، ومن أجل أن يحصلوا على حطام من حطام الدنيا. ومع هذه الأعمال القبيحة كان الواجب عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وترك هذه الأعمال، لكنهم أضافوا إليها جرائم أخرى، بدل أن يتوبوا أضافوا إليها جرائم أخرى وحكموا لأنفسهم بالنجاة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حكموا لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة فقط، وبقية الأيام يكونون في الجنة. وهذا من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وهذه الأيام المعدودة قال المفسرون إنها الأيام التي عبدوا العجل فيها، عبدوا العجل فيها فظنوا أن الله لا يعذبهم إلا بقدرها النار. ومعنى هذا أن ما عندهم ذنوب ولا عندهم خطايا إلا هذه الخطيئة فقط، وهي خطيئة لا شك أنها خطيئة كبيرة وشرك بالله عز وجل. وليس جزاؤها، ليس جزاؤها أنهم لا يعذبون إلا أياما معدودة. المشرك يخلد في النار كما قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إلا إن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. الله ذكر عنهم أنهم تابوا وأنهم ندموا
من هذه الجريمة فكيف يعذبهم وقد تابوا، قد تابوا منها؟ ومن لم يتب منها فإنه ليس عذابه أياما معدودة، بل عذابه دائم والعياذ بالله، عذابه دائم مستمر. وفي الآية الأخرى يقول تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وهنا يقول قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هل الله سبحانه وتعالى أعطاكم عهدا أنه لا يعذبكم إلا أياما معدودة؟ أو المعنى والله أعلم أتخذتم عند الله عهدا بالأعمال الصالحة؟ لأن من عمل الأعمال الصالحة وتجنب الشرك فله عهد عند الله ألا يعذبه، له عهد عند الله ألا يعذبه. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهل عندهم عهد من الله أن الله قال لهم إنه لا يعذبهم إلا أياما معدودة؟ أو هل لهم عهد عند الله بالأعمال الصالحة والتوبة من الشرك حتى لا يعذبهم؟ ليس لهم عهد عند الله سبحانه وتعالى. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ تتقولون على الله الكذب وأن الله لا يعذبكم في النار إلا 7 أيام أو 40 يوم كما جاء في التفاسير؟ هذا من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أعظم من الشرك. على الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم فوق منزلة الشرك، لأن الشرك قول على الله بلا علم، فهو داخل في القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم هذا أعظم الذنوب وأكبر الذنوب، نسأل الله العافية. ولا يجوز للإنسان أن يقول على الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إن الله سيفعل كذا سيفعل كذا أو إن الله أحل كذا أو حرم كذا، يحكي عن الله إلا بدليل من عند الله سبحانه وتعالى. فهم يقولون على الله ما لا يعلمون. ومعنى أم تقولون، معنى أم هنا معناها بل تقولون على الله ما لا تعلمون، لأنه ليس لهم عهد عند الله، لم يتخذوا عند الله عهدا، وما دام لم يتخذوا عند الله عهدا فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، نسأل الله العافية. وهذا من جملة أمانيهم، لهم أماني عريضة، منها أنهم يقولون نحن شعب الله المختار، عندهم ما على وجه الأرض من الأولين والآخرين أفضل منهم، ويسمون أنفسهم شعب الله المختار، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني غير اليهود،
ليس عليهم فيهم سبيل، فيجوز لهم أن يستخدموهم، ويجوز لهم أن يأخذوا أموالهم، ويجوز لهم أن يهينوهم، لأنهم خدم لبني إسرائيل بزعمهم. يقولون الله خلقهم خدم لنا، خلق بقية الخلق خدم لبني إسرائيل، خدم لليهود. ليس علينا في الأميين سبيل، مهما عملنا معهم فإن الله لا يؤاخذنا بذلك، لأنهم تحتنا وهم خدم لنا. وهذا لا يزال في اليهود، أنهم يرون أنهم هم أفضل العالم، وأنهم الشعب المختار. ومن أمانيهم هذه الأمنية: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ومن أمانيهم أنهم يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني الجنة احتكروها لأنفسهم، لا يدخلها إلا اليهود أو النصارى، إلا من كان هودا أو نصارى. ومن أمانيهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا يقولون. هذا من أمانيهم الكاذبة التي منوا بها أنفسهم كذبا وزورا. ثم قال سبحانه: بلى، لما ذكر نفيهم وأنهم لا يدخلون النار إلا أياما معدودة، قال الله جل وعلا مبطلا هذه الدعوة: بلى يدخل النار. فبلى هذا نقض للنفي السابق: لن تمسنا النار، لن هذا نفي. قال الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، سواء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم من العرب أو من العجم، من كسب، هذا عام: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خالدون وليس أياما معدودات، صلى الله العافية. ومعنى قوله من كسب سيئة، ما هي هذه السيئة التي توجب الخلود في النار؟ جمهور المفسرين على أن المراد بالسيئة هنا الشرك، المراد بالسيئة هنا الشرك، لأن الشرك هو الذي يوجب الخلود في النار. أما بقية السيئات التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بقدرها ثم يخرج من النار، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا يكون معنى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المراد بذلك الشرك، كما في قوله سبحانه: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. المراد بالسيئة هنا الشرك: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ هذا قول. والقول الثاني: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المراد بذلك من رجحت سيئاته على حسناته، من رجحت سيئاته على حسناته يوم القيامة
فليس له إلا النار. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالمراد على هذا أن من رجحت سيئاته بحسناته يوم القيامة فإنه يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. والقول الثالث: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، المراد به الذي لم يعمل خيرا قط، الذي لم يعمل من الحسنات شيئا، ترك الأعمال وهو يزعم أنه يؤمن بالله، لكن ترك الأعمال متعمدا، تركها متعمدا وليس له عذر، فهذا أحاطت به خطيئته من جميع الوجوه، ليس له حسنات، يأتي يوم القيامة وليس معه حسنات، وإنما معه سيئات محيطة به من كل الجوانب. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو باللسان، وأما الأعمال فإن تركها لا يضر عندهم. الله جل وعلا يقول: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني ليس له عمل، ترك الأعمال الصالحة متعمدا وليس له عذر، فهذا لا نجاة له يوم القيامة، بل يكون من الخالدين في النار، لأن النجاة من النار لا تحصل إلا بالعمل الصالح. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هذه أقوال المفسرين ثلاثة: الأول أن المراد بالسيئة الشرك، وهذا واضح. الثاني أن المراد بالسيئة من رجحت سيئاته بحسناته. الثالث أن المراد من لم يأتي بأعمال صالحة يوم القيامة، ما عنده ولا حسنة واحدة، وإن كان يزعم أنه يؤمن بالله فهذا لا يكون من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار. والقول الأول أن المراد بالسيئة الشرك، هذا هو أظهر الأقوال وأرجحها، وهو يدل على أن المشرك لا طمع له في رحمة الله ولا طمع له في النجاة من النار، ويدل على أن المسيء الذي لم تحط به سيئته أنه ترجى له المغفرة، وذلك إذا كان ذنبه دون الشرك، فإن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد وعنده كبائر من الذنوب دون الشرك، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخل الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر التي دون الشرك. وفي هذه الآية دليل على هذا القول، لأن الله قال: وأحاطت به خطيئته. أما المسلم المؤمن الذي عنده حسنات وعنده سيئات دون الشرك، فهذا ترجى له الرحمة وترجى له المغفرة والنجاة من النار يوم القيامة. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
فلا نجاة من النار يوم القيامة إلا لأهل الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل الصالحات هو الإتيان، هو الإتيان بأركان الإسلام والإتيان بالطاعات الواجبة والمستحبة، هذه الصالحات. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، ليس فيه شرك، ليس فيه شرك أكبر ولا أصغر. الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة وليس فيه خرافة، وإنما هو متطابق مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان في العمل صار خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الصالح. وأما إن اختل شرط فإنه ليس عملا صالحا ولا يقبل. إن كان شرك، إن كان فيه شرك فإنه يبطل ويحبط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأما إذا كان العمل مبتدعا فإنه مردود على صاحبه لا يقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وكان صوابا على سنة رسوله. هذا هو العمل الصالح، وهو الذي يقبله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من العمل. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مؤمن ويترك العمل، لا بد. العمل ركن من الإيمان وجزء من الإيمان. وأهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان الذي ينجو به المؤمن يوم القيامة من عذاب الله، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإن كان اعتقادا بالقلب فقط، أو كان اعتقادا بالقلب ونطقا باللسان فقط وليس معه عمل، فهذا ليس بإيمان. وإن كان عمل بدون اعتقاد، إن كان عمل بدون اعتقاد فهذا ليس بإيمان، هذا عمل المنافقين. فلا بد من القول والاعتقاد والعمل حتى يكون الإنسان مؤمنا يحصل على هذا الوعد الكريم من الله. بلى من قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا عام في جميع الخلق، لا نجاة للخلق إلا بهذا، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من العرب أو من العجم أو من الأولين أو من الآخرين، لا نجاة إلا بهذا، إلا بالإيمان بالله والعمل الصالح. فهذا فيه إبطال لدعوى اليهود الذين يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، لا نجاة إلا بهذا، لليهود وغيرهم من بني آدم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا أيضا من معائبهم، أنهم لا يعملون إلا إذا أخذ عليهم ميثاق وعهد، ولا يعملون إلا بالتهديد، لا يعملون إلا بالتهديد، ولا يمتثلون أوامر الله
إلا بتثاقل وتكاسل، ويؤخذ عليهم العهد والميثاق ويهددون بالعذاب. أما أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل التقوى فإنهم يمتثلون أوامر الله ويتجنبون نواهي الله بمجرد ما تبلغهم أوامر الله ونواهيه يمتثلونها، ولا يحتاج أنه يؤخذ عليهم العهد. لكن بنو إسرائيل لعجرفتهم وغطرستهم وتكبرهم وعنادهم صاروا ما يعملون إلا بالتهديد وأخذ الميثاق ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هناك ميثاق أخذه الله على جميع الخلق يوم خلقهم أو قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم أخذ الله العهد على جميع الخلق ألا يعبدوا إلا الله، كما قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا عهد أخذه الله على جميع الخلق. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا عهد عام على جميع الخلق. لكن بنو إسرائيل لم يكفهم هذا، لم يكفهم هذا العهد، احتاجوا إلى أن يؤخذ عليهم عهد آخر، وذلك لتثاقلهم في أوامر، لأنهم يقولون نحن أولياء الله، نحن أبناء الله، نحن شعب الله المختار، ويمنون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فهم يرون أنهم ما هم بحاجة إلى العمل، يرون أنهم ما هم بحاجة إلى العمل والعبادة، لأنهم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة كما يقولون، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ولذلك صاروا ما يرون الأعمال شيئا، ما يرون الأعمال شيئا، نسأل الله العافية. لا تعبدون إلا الله، لا نافية، تعبدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل كما هو معلوم، فلا هنا نافية وهي بمعنى النهي. لا تعبدون أي لا تعبدوا، هذا نهي، فهو نهي بمعنى فهو نفي بمعنى النهي، والنفي إذا جاء بمعنى النهي فهو أبلغ كما يقول العلماء. فلا هنا نافية ومعناها النهي، وفي قراءة لا تعبدوا إلا الله تكون لا ناهية. وعلى كل حال الله جل وعلا أوجب على بني إسرائيل ألا يعبدوا إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فلا إله إلا الله فيها نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، هذا مأخوذ على اليهود وعلى غيرهم، لا تعبدون إلا الله. وهذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له. لا تعبدون إلا الله بدأ بحقه سبحانه وتعالى، ثم ذكر حق الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا. هذا هو الحق الثاني بعد حق الله سبحانه وتعالى، بالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وذلك لأن الوالدين لهما فضل عظيم على المولود بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لأنهما ربياه وهو صغير وقام بخدمته وقام بالإحسان إليه وهو صغير، ولوالديك إلي المصير. فهذا فيه حق الوالدين،
وأنه حق عظيم ذكره الله بعد حقه في هذه الآية، وذكره في بعد حقه في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وذكره بعد حقه في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي بعد حق الله جل وعلا. حق الله عبادته وحده لا شريك له، وحق الوالدين بالبر، بالبر بهما والإحسان إليهما قولا وعملا، وألا يتكبر على والديه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فذكر للوالدة حقا أكثر من حق الوالد، لأن الوالدة أصابها على الولد متاعب، حمله وفصاله، حمله وإرضاعه والسهر معه ومعاناته وتعاهده وتطهيره من النجاسات، هذا كله تقوم به الأم، والأب يقوم بالكسب والكد والتعرض للأخطار ليحصل على لقمة العيش لولده. لذلك أوجب الله حق الوالدة أكثر من حق الوالد، وإن كان الوالد له حق عظيم، ولكن حق الوالدة أكثر من حق الوالد لما تقاسيه. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا كله تقوم به الأم، لذلك كان حقها أعظم. الحاصل أن الله ذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عظم حق الوالدين. ولذلك صار العقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك والعياذ بالله. وبالوالدين إحسانا، ثم بعد الوالدين ذي القربى، القرابة، ذوي الرحم الذين تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو قرابة من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم، هؤلاء هم ذوي القربة. كل من تصلك به قرابة من جهة الأبوين فإنه ذو القربة وله حق عليك أن تحسن إليه وتصله. صلة الأرحام، صلة الأرحام واجبة، وقطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية. والأرحام لهم حق، وإن قطعوك تصلهم، وإن قطعوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا قطعوك فإن إثمهم عليهم، لأنهم تركوا الواجب عليهم فيأثمون، لكن يبقى عليك أنت واجبك، يبقى عليك واجبك أن تحسن إليهم وأن تصلهم، فأنت تقوم بواجبك ولو لم يقوموا هم بواجبهم. وذي القربى واليتامى، هذا حق رابع. اليتامى جمع يتيم،
وهو الذي مات أبوه وهو صغير. اليتيم من بني آدم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم. وأما اليتيم من البهائم فهو الذي ماتت أمه. فاليتامى من بني آدم الذين مات آباؤهم وهم صغار، لأنهم بحاجة إلى من يرعاهم ويربيهم، وبحاجة إلى من ينفق عليهم إذا كانوا فقراء، بحاجة إلى من يتعاهدهم لأنهم فقدوا أباهم، فقدوا أباهم الذي يربيهم، وفقدوا أباهم الذي ينفق عليهم ويقوم بحوائجهم. فمن قام بحق اليتيم فله أجر عظيم عند الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فاليتيم له حق، حق على المسلمين أن يحسنوا إليه وأن يسدوا فقد أبيه، وكفالة اليتيم فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. واليتامى والمساكين، هذا حق خامس للمساكين من المسلمين. مساكين هم الفقراء، المساكين يعني الفقراء، فتحسن إليهم بالصدقة عليهم وإعانتهم بالمال، لهم حق عليك، حق واجب وحق مستحب. الواجب هو الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء والمساكين لحاجتهم إلى الإحسان إليهم. فإذا ذكر الفقير والمسكين، فالفقير هو الذي ليس عنده شيء، والمسكين هو الذي عنده بعض الشيء. فالمسكين أحسن حال من الفقير، وإذا أفرد واحد دخل فيه الثاني. إذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. ولهذا يقول العلماء: إذا اجتمع افترق، يعني في المعنى، وإذا اجتمع افترق يعني في المعنى، وإذا افترق اجتمع يعني في المعنى. فقوله تعالى والمساكين يدخل فيه الفقراء، يدخل فيه الفقراء، لهم حق على الأغنياء بالإحسان إليهم، دفع الزكاة إليهم وهذا واجب، ودفع صدقة الفطر إليهم وهذا واجب، ودفع الصدقات المستحبة إليهم، ولا سيما في وقت الحاجات، وإعانة المدين المعسر على وفاء دينه. فالفقير له حق على أخيه الغني من المسلمين، أوجبه الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، بعد أن ذكر هذه الأمور الخاصة عمم فقال: وقولوا للناس، يعني لجميع الناس حسنا، يعني قولا حسنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا كله يدخل في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. كذلك عندما تخاطب الناس لا تخاطبهم بغلظة وقسوة، بل تخاطبهم بالملاينة واللطف، ولا سيما إذا كنت تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتنصحهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تقابلهم بالكلام الطيب الذي يكون سببا في استجابتهم وسببا في قبولهم. الله تعالى لما أرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيجب على المسلم أن يقول الكلام الطيب مع الناس في جميع الأحوال،
إلا من عاند وكابر فإنه يغلظ عليه بالقول. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا يعني قولا حسنا، والقول الحسن يشمل كل هذه الأمور التي ذكرنا، يشمل الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التربية والتعليم، المخاطبة بينك وبين الناس في الأمور، يكون دائما لسانك طيبا، كلامك يكون طيبا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فيجنب الإنسان لسانه الكلام البذي والكلام الفاحش والسباب وغير ذلك. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، المؤمن يعرف أنه مؤمن من تعامله مع الناس ومن كلامه مع الناس، أن يكون كلامه طيبا وتخاطبه مع الناس تخاطبا طيبا، هذا هو المؤمن. وقولوا للناس حسنا، ثم قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا من حق الله سبحانه وتعالى، إقام الصلاة هذا من حق الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى، داخل في قوله لا تعبدون إلا الله، ولكنه ذكره منفردا لأهمية الصلاة ومكانتها عند الله. فقوله أقيموا الصلاة المراد به الإتيان بالصلاة على الوجه المشروع، على الوجه المشروع، بأن يكمل شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها ويؤديها على الوجه المطلوب، هذا معنى إقامة. وكذلك يصليها مع الجماعة في المساجد، وكذلك يصليها في أوقاتها التي حددها الله لها، هذه إقامة الصلاة. ليس المقصود من الصلاة مجرد الإتيان بصورتها من قيام وركوع وسجود، ليس المراد الإتيان بصورة الصلاة.